ماتش اسبانيا وكوريا الجنوبيه يعني 20 سنه من الدوشه، اطفال عندهم 10 و15 سنه في اسبانيا دلوقتي ما شافوش الماتش اصلا، ما كانوش اتولدوا، بس طالعين على السمعه ان لما يحصل خطا تحكيمي قدامهم بيتقال جمال غندور. في النهايه لما نيجي نتفرج على الماتش بهدوء بنلاقي ان كابتن جمال ملوش اخطاء، في اخطاء مؤثره في المباراه لكن طرفها او قرارات مسؤوله عنها الحكام المساعدين. هل حكم الساحه من العدل ان هو يشيل الليله كلها زي ما بنقول؟ طبعا هو الطبيعي اللي حصل، اللي حصل هناك الطبيعي انه لما اتعمل تاني يوم تحليل المباراه حكم الساحه اللي هو جمال الغندور 8.7 من 10، ما عنديش ولا خطا طوال المباراه، 126 دقيقه من افضل المباريات بالنسبه ليا كحكم. انا ما عنديش ماليش علاقه بحكام مساعدين، كان في اخطاء لحكام مساعدين والفيفا حاسبهم والفيفا تعامل معايا على ادائي في الملعب. اذا كنت اقدر اصلح حكم خطا الحكم مساعد كان ممكن اتحاسب، لكن من النادر ومن الصعب جدا على حكم انه يقرر ان الكره وهي في الهواء فوق خط المرمى خرجت ولا لا وهو موجود عمودي عليها في الملعب، والراجل اللي هو يعني واقف على الخط وبيرفع لك الرايه انها خرجت، مين هيقدر يقول له لا ما خرجتش وهي في الهواء؟ ثم ان حاجه تانية مهمه عايز اقول لك عليها، انه هم بيقولوا في هدفين، هو مفيش اهداف اتلغت، هو اللي حصل انه لما رفع الحكم مساعد رايته على الكره خرجت صفرت وهي الكره لسه في الهواء والحارس وقف والديفنس وقف كملها موريانتس في المرمى. دي واحدة. الواحدة التانية أنا ما شفتش الكرة التانية وهي بتدخل الجول، لأن كان في فاول واضح جدا، شد واضح جدا والصفارة كده وبصيت الناحية التانية خلاص وبعدين لقيت الكرة في المرمى، يعني الفاول حتى ما حصلش عليه أي طلب. فلما تيجي تتكلم تقول هدفين اتلغوا، لا هو ما فيش أهداف اتلغت، هي لما الصفارة بتطلع المباراة بتوقف، فما أقدرش أقول، لكن أقدر أقول إنه في اللعبة الأولى، يعني مثلا لو افترضت ان انا اتاخرت شويه في الصفاره بتاعت اللعبه الاولانيه كان من الممكن ما يبقاش فيها هدف اتسجل، كان ممكن حارس المرمى يطلع يشارك في الكوره، يمسك الكوره، حد يشارك اللاعب، كان ممكن وبعدين نرجع. لكن ايه اللي خلينا اتاخر؟ انا بقول لك ايه اللي خلينا اتاخر، ما كانش عندنا فار على فكره عشان اتاخر، وبعدين في رايه مرفوعه بثقه وفي صفاره طالعه وهي الكوره لسه في الهواء. على كل حال طبيعي جدا انه المشجعين، انا اسف طبعا جانب كبير جدا من الاعلام لا يعرف الفرق بين واجبات الحكم وواجبات الحكم المساعد، هي دي المشكله. فمستقى الهجوم كله بيروح لمين؟ بيروح لحكم المباراه. بمناسبه المباراه عايز اقول لك انه طبعا انا بتهاجم من ساعتها لغايه فتره قريبه، لكن كان جالي كتير جدا جدا صحافه اسبانيه هنا وجم صوروا معايا هنا كتير، واصريت على طلب كل مره هنتكلم عن وثائقي بالتفصيل بتاع مستر فاصريت ان انا اعمل مواجهه مع رئيس لجنه الحكام هنا، ده طلبي الوحيد عشان اسافر وعشان اعمل الانترفيو هناك. قعدوا فتره كبيره مش قادرين مش عارفين لغايه لما نجحوا في 2018 ان هم يوفروا ده. وبالمناسبة عشان تبقى عارف برضو دي حاجة هي ما تهمش كتير بس تهمني أنا، إن أنا وقتها رفضت أخد أتقاضى أجر أي مليم واحد، وقلت أنا اللي عايزه حاجة واحدة، يحصل مواجهة مع رئيس لجنة الحكام، مش عايز منكم حاجة. كانت محطة كبيرة ممكن أقول اسمها لو قابل موفي ستار. فرفضت إن أنا أتقاضى أي أجر. لما جم يفتحوني طب حضرتك طلباتك إيه؟ مش عايز حاجة خالص، اللي انتوا هتديه له اصرفوه على الدول الناس اللي هناك. وبالفعل جم هنا قعدوا في مصر 3-4 ايام صوروا وخدتهم الاماكن السياحيه وحاولت بكل ما استطيع من قوه ان انا اظهر لهم مصر واظهر لهم الشعب المصري واظهر لهم المصريين عاملين ازاي، وعشان برضو دي بتفرق كتير جدا لما يجوا يتكلموا عن حكم مصري اتهموه بحاجات كتيره برشوه ومش عارف عربيه ومش عارف ايه وحاجات كده، يعني للاسف الشديد حاجات خايبه. فبوريهم، وريتهم بيتي، وريتهم المكان اللي انا قاعد فيه، وريتهم الحاجات الحلوه عندنا، المطبخ حتى المطبخ. وسافرت معاهم، عايز اقول لك الاستقبال هناك كان رائع، اكثر من رائع.
حتى ان هم خصصوا لي جيت لوحده وفي كاميرا جوه وظابط الجوازات قام اداني التحيه وكان سعيد جدا وخد صوره معايا ودخلت البلد. خلاصه الكلام اني عملت الفيسنج تشالنج مع مانويل لوبيز. مانويل لوبيز ده المسؤول عن تعيينات الحكام هناك وكان معايا في كاس العالم في كوريا سنة 2002، والراجل كان من رأيه من البداية انتوا بتهاجموا الحكم ليه، هو ما عندوش. وراني على فكرة صحف كتيرة وهو كان بيدافع بيدافع وبيتكلم عن انه المهم انه ده اتعمل، وعملنا الفيسنج تشالنج وطلعت الاخطاء واتكلمت. اعتقد كان حارس المرمى الاحتياطي ايوه كان موجود، وبرده في ناس يعني بتوع كوره ولكن للاسف الشديد متمسكين بانه الخطا برده ان هو دي اخطاء، متمسكين مش عايزين يصدقوا انه وروني الحالات ونتكلم زي ما بنعمل هنا في التلفزيون. ايه رايكم دي؟ لا دي بتاعت حكم مساعد. طب دي؟ طب دي بتاعت حكم مساعد. طيب اللعبه دي رايكم بقى الفاول؟ ايه ده انا اول مره اشوف الشده دي. طب انت مش عايز تشوفها؟ انا شفتها وانا واجبي ان انا اشوفها واحسبها. 126 دقيقه فين الاخطاء؟ مفيش. هو ده اللي انا كنت عايزه واللي انا عملته. انا بعد كده بعتوا لي الناس الوكاله الاعلانيه او الاعلاميه اللي عملت الكلام ده، قالوا لي انه لما اتعرض الفيلم، على فكره فيلم مدته 56 دقيقه، قالوا لي لما اتعرض الفيلم الدنيا اتغيرت كتير. بس عند مين؟ عند الناس اللي هم بتوع الكوره يعني، ممكن المسؤولين. على فكره انا عمري ما كان عندي مشكله مع الاتحاد الاسباني ولا عمري كان عندي مشكله مع، والدليل على كده ان 2002 انا بطلت تحكيم، 2007 كنت في محاضر دولي، المسؤولين عن التحكيم كان رئيس اللجنه الحكام اسباني، والاثنين المسؤولين المسكين إدارة التحكيم جارسي أراندا وفرناندو تريساكو أسبان، واختاروني أنا من ضمن أفريقيا كلها إني أروح معهم كأس العالم في كندا للشباب، وكأس العالم في كوريا واليابان في كمحاضر في الفيفا. يعني ما عنديش مشكلة مع، أنا اللي خلق لي المشكلة صحافة. وعايز أقول لك الموضوع أصله، لو عايز الحقيقة بقى، أصله ما كانش مباراة أسبانيا وكوريا، هو أصله كان أولمبياد؟ لا لا لا، أصله كان مباراة إيطاليا وكوريا اللي هي كانت في دور ال 16 اللي حصلت لصالح كوريا في الماتش ده، اللي حصلت لصالح كوريا في الماتش ده، فخلت الناس كلها اي خطا هيحصل بعد كده هيمشوه في نفس الثقه. وبتعرف طبعا الصحافه الايطاليه قويه جدا وبتقدر تفرض رايها، فهو الموضوع كان كده. ولكن في الاول وفي الاخر انا بيضايقهم قوي لما اقول ده من افضل المباريات، وهقولها لهم تاني دلوقتي، من افضل المباريات ليا كحكم ساحه في اللي حكمتها. انا قلت لك من شويه مباراه البرازيل والدنمارك معاها ماتشين تانيين، لانه كان في البرازيل وفرنسا في سيمي فاينال كاس القارات، ومباراه اسبانيا وكوريا في الكوارتر فاينال، بعتبرهم من افضل المباريات اللي انا حكمتها. بالمره بقى ماتش الارجنتين واسبانيا في اولمبياد 96. ايوه بص هعمل ايه؟ هم حظهم معايا كده والنرويج، هعمل ايه؟ طيب على فكره اسبانيا انا حكمت لها ماتش باراغواي اربع ماتشات، كسبوا ماتش وخسروا ثلاثه، يعني النتيجه بالنسبه لهم 25% بس معايا. هو قدرهم كده معايا.